بعد كده لمراسلتنا بقى مريم سميح مراسلة قناة الأهلي، ونعرف منها آخر الأخبار الرياضية المحلية والعربية في الصحف والمواقع الرياضية زي ما احنا متعودين منها كل يوم. مريم صباح الخير، تفضل يا مريم. يا صباح الفل عليكم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني من مقر النادي الأهلي بالجزيرة المفروض ان احنا هنكون معانا جولة ان شاء الله دسمة من الأخبار المحلية والعالمية. وطبعا عايزين نقول في الأول ان اي خسارة بيواجهها الأهلي لا تتوقف طبعا يعني عند المحطة دي، وبيكون في الألعاب الأخرى لفريق الأهلي طبعا انتصارات كبيرة. علشان كده النهاردة البداية عندنا هتكون من موقع يلا كورة، ان الاهلي بيضرب موعدا مع الاتحاد في نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتينج. طبعا يعني تأهل فريق الاهلي لكرة السلة الى نهائي كأس مصر بعد التغلب على سبورتينج بنتيجة 77-69 في المباراة التي اقيمت بينهم في دور قبل النهائي لبطولة طبعا المحلية، بطولة كرة السلة المحلية. أضاف الموقع كمان أن بهذه النتيجة بيلتقي الأهلي مع الاتحاد في نهائي كأس مصر لكرة السلة مساء الثلاثاء المقبل على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر. من موقع في الجول، الاتحاد المصري لكرة اليد بيعلن مواعيد القيد للموسم الجديد. طبعا أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد القيد لأندية دوري الرجال والسيدات الموسم الجديد 2020-2021. كشف الاتحاد المصري في بيان رسمي فتح القيد لأندية دوري المحترفين في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل. طبعا يعني يشمل القيد أندية الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وكمان سبورتينج وهليوبلس وسموحة والبنك الأهلي والأولمبي. أضاف الموقع كمان أن الفرق الصاعدة إلى الدوري الممتاز هيكون القيد من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل. عندنا من موقع كورة، فلورين يقود الشباب أمام القادسية. طبعا أنهى روماني ماتروك فلورين فترة مدرب الشباب الجديد فترة الحجر المنزلي وفقا يعني لطبعا البروتوكول الصحي المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا، واللي طبعا كان لمدة أسبوعين. عاد طبعا المدرب الجديد رحلة قيادة الفريق أمس بحصة تكتيكية. من المقرر كمان أن يكون أو المنتظر أن يقود فلورين كتيبة أبناء الأحمدي في أول ظهور تحت قيادته في مواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة 16 غدا بإذن الله. عندنا كمان على الصعيد المحلي من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة بيوقف الدوري أسبوعا إضافيا في نوفمبر قبل مواجهتي المنتخب أمام توجو. وافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري على منح المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري فترة إضافية في شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتي توجو في الجولتين 3 والـ4 بالتصفيات المؤهلة طبعا لأمم أفريقيا بالكامل. بينما لم يتم إيقاف الدوري خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث بيتم طبعا منح الفرصة لاستئناف مباريات الدوري، وهو ما لا يمانعه الجهاز الفني طبعا بحسب موقع اليوم السابع حتى يصل اللاعبون لأعلى جاهزية قبل معسكر الفراعنة في نوفمبر المقبل بإذن الله. أخيرا على الصعيد العالمي، من وكالة الأنباء الألمانية، بعد التتويج بالأبطال موعد كأس السوبر الأوروبي بين بايرن وإشبيلية. طبعا بعد تتويجه مساء أمس الأحد بلقب دوري أبطال أوروبا، يعني حجز بايرن ميونخ المقعد طبعا في كأس السوبر الأوروبي للموسم 2019-2020. أضافت الوكالة أن بايرن بيلتقي فريق إشبيلية الإسباني في 24 سبتمبر المقبل على استاد بوشكش أريد في العاصمة المجرية بودابست طبعا على لقب كأس السوبر الأوروبي. وأضاف كمان أضافت الوكالة أن كان من المفترض إقامة مباراة السوبر الأوروبي في بورتو بالبرتغال يوم 12 أغسطس يعني الجاري، ولكن طبعا لأن تم تأجيل أغلب البطولات المحلية والعالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، فتم تأجيل أو نقل مباراة السوبر الأوروبي إلى بودابست وتأخيرها كمان ل 24 سبتمبر المقبل.
المقبل. دي كانت أبرز الأخبار المحلية والعالمية طبعا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكركم جدا وعودة إلى الاستوديو مرة أخرى. أنا بشكرك يا مريم، بس عندي آخر بس سؤال لو تسمحي لي. أنا عايز أسألك فيما يختص بماتش البايرن وباريس سان جيرمان، إزاي تناولت الفوز بتاع بايرن ميونخ الصحف العالمية وتحديدا هنا بنتكلم الفرنسية؟ خليني أعرف منك لو لديك أي معلومة. طبعا كان النهارده احنا واحنا بنتصفح اغلب الصحف، مش كمان بس يا نهاوند، الصحف العالميه كمان كانت اغلب الصحف طبعا المحليه كانت بتتناول يعني هذا اللقاء. طبعا كان في عناوين اغلبها ان بايرن يعني لا يقبل الهزيمه وان هو تفوق على يعني جميع الانديه، وكمان كانت اغلب الوكالات العالميه كانت بتتكلم عن هذا الفوز المستحق وان هو فعلا يستحق انه يكون في هذه المكانة، خاصة ان كان في يعني رهان كبير قوي على مباراة امس ما بين بايرن وباريس سان جيرمان، لان طبعا كان في تحضيرات سبقت هذه المباراة، فكان الاغلب يعتبر متجه الانظار لهذه او لهذا الفوز الكبير، وكان اغلب حتى النقاد العالميين كانوا اتكلموا عن فكرة ان ده فوز مستحق وان هو هيكون طبعا شهادة ميلاد جديدة خلال الايام المقبلة. رائع جدا، بشكرك جدا مريم سميح مراسلتنا مراسلة قناة الأهلي.